وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي لتخصيص ميزانية للتلفزيون العمومي الجزائري لضمان بث جميع مباريات المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم 2022، وقد تم توفير مبلغ 40 مليار سنتيم لشراء حقوق البث. عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السنغالي عيساسي لإدارة مباراة النيجر والجزائر لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022، والمقررة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر القادم بملعب سيني كونتشي في العاصمة نيامي. ويساعد عيساسي في هذا اللقاء كل من مواطنيه توري الشيخ وبنغورا ونوها. بحضور الرئيس الجديد لفريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان والمدير الرياضي كريم زياني، قدمت إدارة النادي اللاعبين الجدد لوسائل الإعلام، أين تم تقديم كل من الحارس عز الدين دوخة والمهاجم منصوري، بالإضافة إلى فاتح طالح ورضا أبو مشرق. في البطولة العالمية العسكرية للملاكمة، ضمن محمد حمري الميدالية الفضية على الأقل في وزن 81 كيلوغرام بتأهله لنهائي المنافسة، فيما اكتفى عبد الناصر بالعريبي وزن 60 كيلوغرام وأسامة مرجان وزن 56 كيلوغرام بالميدالية البرونزية إثر انهزامهما في الدور نصف نهائي.